معانا عن فيديو، تعالوا كده نشوفه وبعد كده نعلق عليه. فيديو غريب قوي الحقيقة. يعني عشان بس هي الست دي ست صينية وجالها ألام الوضع، وواضح ان عندهم هناك مفيش يعني مفيش حاجة اسمها سي سكشن، يعني under Chinese law العمليات الجراحية لازم يبقى فيها سيجنتشر من الفاميلي. فهي راحت وهي ما عندهاش السيجنتشر دي، الامضة دي، فبالتالي المستشفى رفضت ان هي تعمل لها يعني العملية. فالست من كتر دي عملية قيصرية، هي على ولادة، يعني هي على ولادة، فهي من كتر الألم اللي هي فيه انتحرت. يعني فطبعا ده عمل حالة من الدبيت جامدة جدا 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 في الصين دلوقتي حول هذا القانون، لأن الست مش قادرة. يعني المفروض يبقى في تدخل سريع لما يبقى قدامك مريض بيموت ولازم انك انت تتدخل، وان دي ولادة يا جماعة، دي ولادة ولادة، يعني بتحصل على فكرة. فهنشوف الموضوع ده هيرسي على فين، لأن هي من كتر الألم الست انتحرت. يعني مش عارفة بقى عارفوا ينقذوا البيبي ولا ايه الموقف، هنعرف بقى في الأيام اللي جاية. لأن أعتقد الموضوع ده هيفتح لغط كبير جدا عندهم.